يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الجمع للمطر بين المغرب والعشاء هل تصلى السنة الراتبة للمغرب وكذلك العشاء، وهل تقرأ أذكار ما بعد الصلاة؟ نعم، إذا جمع بين المغرب والعشاء هذا أجبنا عليه في درس سابق، أن إذا أتى بأذكار المغرب تدخل فيها أذكار العشاء، وأما الراتبة كونه يصلي راتبتين واحدة للمغرب واحدة للعشاء هذا أتم وأحسن. وإذا اقتصر على ركعتين ونوى التداخل بذلك لا بأس. نعم.